صباح الخير من جديد. جوانا عطية طالبة بالصف العاشر قدمت مشروع عن البيئة، حاولت أنها تحدث تغيير بالبيئة وبالتحديد بمحافظة عجلون. خلينا نعرف أكثر عن مشروع جوانا اللي هلأ رح تكون معنا. أهلا وسهلا فيك جوانا. صباح الخير، شو أخبارك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك، شكرا لاهتمامك بموضوعي. أهلا وسهلا فيك جوانا. يعني بالبداية احكي لنا عن فكرة المشروع اللي أنت قدمتي عن البيئة. ما هو كجزء من تقييمنا بصف العاشر لازم كل طالب وطالبة يختاروا موضوع بحبوه ويعملوا مشروع شخصي عنه وبيسموه personal project، وهذا بنعمله عشان ناخد certificate MIP من IB system، يعني IB diploma. فهو هذا المشروع اللي انت قدمتي. كيف طلعتي بفكرة المشروع؟ يعني احكي لنا اكثر عن مشروعك. زي ما انا قلت بالبداية هو المشروع عن البيئة، فاحكي لنا كيف طلعتي بالمشروع. انا اخترت البيئة مشان كثير بحب البيئة والطبيعة، وكثير كثير بلاحظ انه كثير من الناس ما بيهتموا بالبيئة وبيعتنوا فيها قد ما لازم. فاخترت موضوع مشروع اساعد فيه البيئة عشان بحب كمان اختم وطننا الاردن واساعد المجتمع، وبحب يكون انه منظر حضاري قدام السياح، وكمان عشان ننشر الوعي بين الناس. ممتاز. طيب هلا انا كمان عرفت انك انت المنطقة اللي اخترتيها هي منطقة على طريق محمية عجلون. ليش اخترتي هاي المنطقة؟ اشرحي لنا اكثر عنها. بنزل انا بروح المزرعة مع عائلتي كل فترة وبنمر من شارع راسون، شارع المحمية من طريق راسون، ودائما بلاحظ ناس كثير بيحبوا يتنزهوا في المنطقة، وكثير هو جميل الشارع، اختاروه من اجمل الطرق مش بس الاردن بس الوطن العربي. نعم. وبلاحظ كيف لما يروح يتنزه وبتركوا الأوساخ وراهم ما بينظفوا حواليهم، كثير ضيعت من المنظر مشان شارع كثير جميل وكثير حلو. نعم. اها طيب هلا في مجموعة صور عن المشروع اللي انت قمتي فيه جوانا، اشرحي لنا اكثر عنه. يعني اذا بتقدري هيك تحكي لنا عن المراحل اللي مرقتي فيها بتنفيذ هذا المشروع. هي احنا هون عم نحضر الصور، فاشرحي لنا اكثر عن الصور. اول شيء عملته هو اخترت المشروع نفسه، وبعدين رسمت اكمل ديزاين لحاويات ويكون شكلهم مناسب للبيئة، واخترت اجمل 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 حاوية. وبعدين انت اللي صممتي شكل الحاوية ولا في حدا ساعدك؟ لا انا رسمتهم وبعدين ساعدوني انا اي اجمل واحدة. اوكي، اذا هاي هي الحاوية، هاي هيك شكلها هي الحاوية. أوكي. بيئتك كمنزلك فحافظ عليها. حطينا هذا الشعار عشان ننشر الوعي اكثر بين الناس ونذكرهم انه لازم يحافظوا على البيئة. وبعدين ثاني شيء عملته كان لازم اخذ الموافقة من الحكومة. نعم. رحت قابلت بمحافظة عجلون، رحت قابلت المحافظ ونائب المحافظ وقلت لهم عن مشروعي. هي نائب المحافظ. قلت لهم عن مشروعي وكثير حبوه، وعدوني انه كل مره فتره يبعثوا ناس باستمرار ينظفوا الحاويات. وبعدين كان لازم اتفقنا على عدد كم من حاويه نحط، واتفقنا على 20 وحده نحطها حتى على طول الطريق، فكان لازم اجمع مصاري انه مبلغ. فبعثت رسائل دعم لشركات مختلفه، وكم من شركه استجابت معي ودعموني بمبلغ بسيط، وكمان طلاب المدرسه دعموني بمبلغ بسيط، وطلع كل مشروع حوالي 2400 دينار. ومن الدعم حصلت على زي 400 دينار، والباقي كان على حسابنا الشخصي. وبعد ما خلصنا بعد ما خلصوا تصميمهم رحنا على وين حددنا بدنا نحط الحاويات، عشان هم تصمموا انه ينبنوا بالارض عشان ما يوقعوا يتحركوا، فبنوهم العمال بالارض. نعم. طيب اذا هيك انت يعني مرقتي بمراحل هذا المشروع. هلا كل المشروع انت قمتي بتنفيذه لحالك، وكان في دعم مالي زي ما قلتي من مؤسسات. يعني من هاي الناحيه كنت اشكر اهلي عشان دعموني كثير بالمشروع وساعدوني. نعم. انه انفذه واخلصه. ايش شعرتي هيك بس شفتي انك انت مثلا وزعتي الحاويات وساعدتي بانه نزيد النظافه يعني ببيئتنا، وخصوصا بهذيك المنطقه اللي انت عم بتقولي يعني من احلى الشوارع اللي تم اختيارها بالوطن العربي؟ بعد ما خلصت المشروع نزلت كمان مره اشوف، كثير انبسطت عشان شفت الناس عم بيستجيبوا وعم بيكبوا الاوساخ جوا الحاويات، ولما لقوا الحاويه مليانه يحطوهم بكياس حوالين الحاويه نفسها. كثير انبسطت عشان شفت انهم عم بيتغيروا، يعني عم بتعاون وعم بيستجيبوا وعم بيدير بالهم على البيئه. كثير
كثير انفرحت انبسطت من الموضوع. انك انت قدرتي انك يعني اعمل تغيير شوي. اكيد طبعا. طب اذا هيك يعني جوانا احنا بنقدر نقول انه احنا المشكله مثلا مش يمكن بالمواطنين اللي يمكن بكبوا على الارض بكبوا بالشارع، لكن المشكله بالحاويات، توزيع الحاويات، ما في حاويات. ما كانش في حاويات، لا ما كانش في ولا واحدة قبل ما حطيتها. نعم يعني ولما انت حطيتيها صارت المنطقه يعني اللي انت حطيتيها انه احسن انضف ولا نطفت تماما؟ انضف من زمان يعني عم استجيبوا انضف نظفوها يعني. طيب قديش قلتي لنا كلف المشروع؟ 2400 دينار. هل هو كان كافي ولا كنتي مثلا متمنيه انك تحصلي على مبلغ اكثر لحتى تقدري؟ هو كان انا بس قررت احط 20 حاوية عشان عندي وقت محدد اخلص المشروع، بس لو كان بقدر كان بعمل اكثر من 20 حاوية، بس هو كفى 2400 عشان حسب قدي حق كل حاوية. نعم. وكمان عشان نبنيهم ونوصلهم لعجلون عشان هم نصنعهم بعمان، فكلهم مع بعض يعني حوالين 2400. ممتاز. طيب ايش الصعوبات او هيك المعوقات اللي واجهتك جوانا وانت بتقومي بهذا المشروع؟ ما واجهت كثير صعوبات عشان مشروعي يعني بساعد الناس وبساعد البيئة، بس من يمكن صعوبة تواجهتها هي أجمع مصاري إنه من الناس يدعموني، بس غير هيك ما واجهتش كثير صعوبات، كان كثير سهل إنه أخلصه عشان كثير ناس انبسطوا من الموضوع وحبوه. أكيد والدعم المادي أو الدعم المالي هو أكيد شجعك أكثر، يعني يمكن مثلا لو ما كان في دعم مالي لو اضطريتي أنك مثلا تروحي، ما بدنا نقول تطلبي، لكن أنه تسألي العديد من المؤسسات أنه هم يساعدوك، كان يمكن هاي ممكن تكون صعوبة. لكن لما يكون في دعم مادي أكيد الواحد بيقدر، يعني ما بدنا نقول بيبدع، الإبداع موجود والفكرة موجودة، لكن أكيد بدها دعم مادي خصوصا بهاي المشاريع، صح؟ حلو. طيب بتفكري أنك تعملي أو تتوسعي مثلا بغير هاي المنطقة، منطقة اللي هي طريق محمية عجلون؟ هو أنا عم بعمل المشروع صرت أفكر بأكثر من مشروع يمكن بقدر أعمله لما أخلص، وقد ما انتبهت إنه الناس بحبوا يتنزهوا ويزوروا هيك محلات، فكنت عم بفكر يمكن لو بقدروا يعملوا بيكنيك بوينتس إنه بمناطق محددة إنه الناس يروحوا يصيروا يتنزهوا هناك وينبسطوا، ما إنه يكونوا مرتاحين مش بأي محلات، يكونوا محلات محددة ومزبطة حلو. وين بتفكري مثلا ممكن يكون في مناطق انه مثلا بتشوفي هاي المنطقه بتقولي انه يا ريت مثلا اقدر اعمل فيها هيك مكان للتنزه؟ لانه احنا اظن نفتقد. انا اكثر شيء انتبهت عليه انه بيحبوا يتنزهوا محل كله اخضر حواليهم خضار، فيمكن عجلون كثير فيها محلات هيك نقدر نعمل، وبعمان كمان يمكن في مناطق بزبط نعمل هيك فيها. اذا بدنا نحكي عن هيك شوي رده فعل المدرسه اللي انت بتدرسي فيها، اهلك، اصحابك، الطلاب اللي موجودين بالمدرسه، كيف كانت رده فعلهم يعني على مشروعك؟ هم كثير حبوا وكثير حبوا الفكره عشان ما حد فكر فيها، يعني هم بحبوا البيئه بس ما حد فكر يعمل إشي عنه، ف يعني الكبار أكتريتهم كثير انبسطوا إنه يعني واحدة عمرها 15 سنة عم تبدأ تساعد، عم تبدأ تعمل تغيير، إنه كثير تيمباكت قدام، يعني كثير خلاهم أثر فيهم كثير. أثر فيهم، ممتاز. طيب بتفكري مثلا تعملي مشاريع غير البيئة؟ يعني أنا كثير بحب أساعد، إنه كثير I volunteer بتطوعي؟ بتطوع ب أشياء إنسانية مع ال فاونديشنز ومؤسسات كثير بحب اساعد الناس، كثير بحب انه اخدم المجتمع باكثر من طريقه مش بس من البيئه، يعني اساعد فقراء او اي شيء يعني بقدر اعمله. هلا انت كمان يعني عندك هاي النشاطات ولا عم بتفكري لقدام؟ لا صار لي كثير عم بتطوع ب حلو. مين الفئات اللي بتتطوعي لها؟ مين بتحبي تساعدي؟ يعني اكثر شيء بتحسي انه بمجتمعنا هاي الفئه هي اكثر فئه بدها مساعده، مثلا هل الايتام؟ الفقراء يمكن اكثر شوي. الفقراء اكثر شيء. طب ايش مثلا ممكن تفكري بمشروع للفقراء مثلا، تساعدي الفقراء باي طريقه مثلا؟ هو اكثر من مره اوريدي عملوا ايفنت وبنجمع مصاري بنبعثهم لاكثر من منطقه فقيره، وكثير من هالاشياء بنعملها مع المدرسه كمان. نعم. ومع اكثر من جمعيه خيريه اكثريتهم بيعملوا يعني ايفنتس الناس بحبوا يروحوا عليها، ومنها بجمع مصاري للفقراء.
طيب هلا في كمان هيك سؤال خطر على بالي جمعنا، انه لو المدرسه ما طلبت منك مثلا او ما كان هذا جزء مثلا من خلينا نقول لا تقدري انك انت تتخطي الاي بي دبلوما وشهاده الاي بي دبلوما، هل كنتي مثلا رح تفكري من حالك ولا المدرسه شجعتك انك؟ هي المدرسه شجعتني انه كانت بدايه لهذا، بس انا من زمان بحب اساعد البيئه، يمكن هي خلتني افكر فيها واطبقها، بس اكيد بالمستقبل يعني لو هلا قد ضليتني اتضايق من المنظر كان بعمل إشي عنه يعني كان بعمل مشروع مني لحالي. كان بس المدرسة كثير إنه ساعدتني إنه أبداها إنه خلتني أعملها. أها. أيضا مثلا أصحابك والطلاب اللي معك بالمدرسة هل مثلا كانوا أيضا إنه يقولوا إنه مثلا أدي هاي المناطق مثلا أدي إحنا عنا مناطق حلوة، خصوصا إنه أنتوا بالصف العاشر، فكانوا يقولوا مثلا أدي في إحنا عنا مناطق حلوة لكن المناطق وسخة أو مثلا مش كثير نظيفة بسبب عدم وجود الحاويات، ولا حسيتي إنه أنت لحالك اللي كنت مثلا واعية بهذا الموضوع كتير؟ لا نحن بنناقش المواضيع بس يمكن هم ما بيروحوا بزوروا مناطق كتير يعني ما بشوفوا كتير أشياء، بس أنا عشان بنزل على المزرعة وكتير بشوف مناطق مختلفة يمكن أنا أكتر واحدة شفت، بس يعني هم كمان بحسوا هيك إنه هم كمان بحسوا إنه لازم البيئة بتلعب دور مهم بحياتنا، ومدرسة كتير علمتنا هيك من إحنا صغار وأهلنا وهيك. ممتاز. كان في دعم من أهلك؟ دعموكي وشجعوكي؟ كتير دعموني يعني من دونهم ما كان بقدر أخلص. أدي أخذ منك وقت جوانا لخلصتي؟ حوالين يمكن شهرين تقريبا. شهرين اها. وانت كنت تروحي وتساعدي انه يحطوا ويركبوا يعني الحاويات؟ شفت وساعدتهم وقلنا حددت وين يحطوهم طيب هلا انا كمان عرفت جوانا انك انت طالبه متميزه وانت كمان رياضيه وحائزه على جائزه الملك عبد الله وانت كمان بتعزفي بيانو، فاحكي لنا كيف هذا مثلا، كيف ممكن توصفي هذا التميز اللي عندك بخدمه مجتمعك؟ هو من أنا صغيرة أهلي علموني أنظم وقتي عشان ضلهم يحكوا لي إنه الناس كثير بحبوا يعملوا كل إشي بس دائماً بيستعملوا حجة إنه ما عندهمش وقت وعندهم إشي تاني يعملوا، فعلموني إنه ما في إشي اسمه ما عنديش وقت، يعني لو بتنظمي وقتك تعملي كل شيء بدك إياه، فكبرت وصار بسيستم حياتي بنظام حياتي، فإنه ساعدني كثير عشان أصير متفوقة بدراستي، وكنت أسبح بالمنتخب وكنت لعب الجمباز وبلعب تايكوندو عندي حزام أسود، وكمان بملكة جائزة الملك عبد الله للياقة البدنية فازيتها يمكن 6 مرات. حلو. وبلعب بيانو كمان. ممتاز. طب إيش النصيحة اللي بتوجهيها خلينا نقول الطلاب أو الطالبات اللي بعمرك، يعني أنت قدرتي أنك تحدثي تغيير بمنطقة أنك تحسني من البيئة، كمان تحثي على النظافة، يعني يمكن في ناس أكبر منك بكتير جوانا وما فكروا أنهم يعملوا هذا التغيير أو يحاولوا أنهم يغيروا إشي بالمجتمع، فإيش أنت النصيحة اللي بتعطيها؟ وفي شيء بقدر أحكي لهم، يعني أول إشي لو بقدروا ينظموا وقتهم وعندهم هدف بحياتهم وعندهم priorities صح، يعني بيقدروا يعملوا كل شيء بدهم يعملوه بدون يعني ما بيقدروا يعملوا كل شيء بدهم بيقدروا يوصلوا هدفهم، بس لازم ينظموا وقتهم. شيء ثاني لازم كل حد يكون عنده احساس بالمسؤوليه صح، يعني لو شافوا شيء ما حبوه او ما عجبهم هم يقوموا فيه، ما يستنوش حد يقوم عنهم، عشان يعني وطننا الأردن بيستحق منا ندير بالنا عليه ونحافظ فيه نحافظ عليه، لأنه إحنا كلنا جزء من المجتمع ولازم كلنا نشتغل لخدمة الوطن. أنا بدي أشكرك جوانا عطية، أهلا وسهلا فيك، وأكيد إحنا نتمنى لك كل التوفيق وبانتظار مشاريع أخرى خصوصا. أنا بس بدي أشكر كل حد دعمني بالمشروع، ويمكن أهلي عشان يعني دائما بذكروني لازم معنوياتي يكونوا عاليين ولازم يكون هدف عندي هدف بحياتي، فبس أشكر كل حد ساعدني. شكرا لك، وأكيد إحنا نشكر كل اللي تعاونوا معك لحتى تطبقي هذا المشروع. شكرا لك. شكرا.